بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، موضوعنا اليوم هو الـ Steady State Heat Transfer، وعن هذا الفصل الثالث. احنا عندنا 5 فصول، واحنا تأخرنا بالـ Heat Transfer لأن أنا انطيتكم مجال كلش هواية، وحتى يعني رفع 20% ما تبقى ما يعادل 20%، لأن احنا عندنا بعد فصلين، فأني راح أعوف الفصلين مجرد هذا الفصل الثالث حتى على الأقل نمتحن بـ3 فصول: فصل الباوندري لاير، وفصل اللامينر فلو، وهذا فصل الانستدي ستيت. طلاب، هسه نشرح على هذا المحاضرة الفيديو. احنا نعرف التمبرتشر ديستريبيوشن هو فانكشن اوف اكس وواي وزد، هاي بصورة عامة، لكن إذا كان أخذنا هذا الستيدي ستيت، الانستيدي ستيت راح يكون f function of x و y و z و t، هذه اللي هو هنا. احنا راح ناخذ عدة صيغ. أول شيء راح ناخذ الصيغة المبسطة اللي هي نفسها بالأولية، هاي راح ما اشرحها كلش بالتفصيل لان موجودة بالاولية وماخذيها انتم، ممكن ترجعوا لها، وموجودة كلش بسيطة اللي هي كواسطة مثل. احنا مو ما داخلة هي، واحنا حنجيب عليها اسئلة بس بسيطة، وهسه راح اتطرقها. هاي تكون بالحالة اللي تكون التمبرتشر function of time فقط، function of time فقط، يعني ممكن التمبرتشر تكون function of time and x، واللي هي هاي الحالة راح ناخذها، وممكن temperature تكون function of time و x و y، واللي هي هاي راح ناخذها بالرسوم، موجودة بالرسم وهكذا. زين، بس احنا ابسط حالة اللي هي temperature function of time، اللي هي مثلا كونشنج، واللي هي هاي شنو التطبيقات الانستدي ستيت، هاي الموجوده هنا وممكن مر عليكم. تبريد الانسترومنت، يعني مثلا ثيرموكابل محرار، هيتنج وكولينج اوف ميتال بليتس، يعني هاي بالمعادن، ايضا تبريد وتسخين الفرن، هذا انستدي ستيت، ايضا بالتبريد والتجميد مال الاكل الفودز، ايضا المبادلات الحرارية، المعاملة مع الربر، ايضا الهيت ترانسفير سنجل دروب، هاي دائما انستدي ستيت، وبالباتش رياكتر. هنا تشوفون احنا قلنا التي هي فانكشن اوف اكس واي وزد وتي، ممكن يكون الانستدي ستيت بيريوديك فاريشن او نون بيريوديك. البيريوديك هو شغلة مثل شغلة الارض، تعرضها للشمس، تعرض الأرض للشمس، هاي بريوديك. يعني مثلا على سبيل المثال هذا البريوديك، منا تبدي تصعد تنزل ترجع تمشي هيجي، تصعد تمشي وهكذا، هاي مثلا بريوديك. النن بريوديك مثلا شنو؟ النن بريوديك مثلا هاي هيجي يصعد ينزل، بعدين يمشي هيجي يصعد هيجي يصير، فهذا مو دورة يعني متكاملة أو دورات بنفس الشكل. شوفون هنا دورها نفس الشكل. احنا هاي مجرد معلومات. حل المعادلات أو حل مشاكل أو problems مال الانستدي ستيت هي أما تكون analytical، يعني معادلة ونحلها حل تحليلي، أو graphical نحلها بالرسم، أو بالتماثل، أو نحلها بالنيوميريكال. هسه عندنا نجي للحاله اللي قلت لكم اللي هي لوبد كاباسيتف ميثود فور ان هاي ان ثيرمال كونستانت ثيرمال كوندكتيفيتي. الثيرمال كاباسيتي طبعا اللي هي احنا عندنا السي سب بي، هاي هي سبيسيفيك هيت،
specific heat. لكن من نقول M في C sub B هاي thermal heat capacity. هاي thermal heat capacity. فإذا مثلا احنا ماخذين كرة من معدن وصغيرة وجينا خليناها بباث حمام أويل، شوف درجة حرارة الكرة راح تتغير ويا التايم، مو ويا 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 القطر مالتها، يعني ما راح تلحق تتغير ويا القطر، راح تغير ويا التايم. فلذلك يكون هذا عندنا هو T function of time. T function of time هنا مسوين هاي، لو نجي هنا هي هاي T، ف يعني كأنه هنا هاي كرة وموجودة باث، زين هنا هذا موجود مالت H وهاي الكرة اكو كي مالتها، زين واكو تمبرتشر هنا موجودة وهنا اكو تمبرتشر T infinity اللي هي هاي الجسم. فالانترنال ريزيستنس هي الريزيستنس مال الكوندكشن، شوفون هي هاي، لان الريزيستنس للكوندكشن هي دلتا اكس على كي اي، فمعناها هي ال على كي اي، والريزيستنس مال الكونفكشن هي واحد على اتش اي، واحد على اتش اي. فلذلك هاي هنا الخارجيه هي كونفكشن، الخارجيه هي كونفكشن والداخليه هي كوندكشن. لذلك هنا راح نعرف بايوت نمبر. بايوت نمبر هو دايمنشنلس جروب، انترنال كوندكشن ريزيستنس على الاكسترنال كوندكشن ريزيستنس. فلذلك نكتب L over K A واحد على HA، نسوي اختصارات راح يصير HL over K. إذا بايت نمبر هو HL over HL over K. ال L هنا هو characteristic length، يعني ال L هو وحداته وحدات طول، بس هو مو طول، يعني هو مو طول، هو characteristic length، هو عبارة عن الفوليوم اوفر اريا. الفوليوم يعني مثلا للكرة ناخذ حجم الكرة ونقسمه على المساحة السطحية للكرة، الاسطوانة ناخذ الاسطوانة حجمها ونقسمه يطلع L، المكعب ناخذ حجم المكعب ونقسمه على المساحة السطحية للمكعب ونوجد. حتى نطبق هاي الطريقة اللي هي لمبت كباسيتي مثل اللي هسه راح نجي الاشتقاق مالتها، لازم يكون بايوت اقل من 0.1. إذا بايوت كان أقل من 0.1 نطبقها، إذا بايوت أكبر من 0.1 لازم نروح لغير طريقة. إذا كان بايوت أكبر من 0.1 فمعناه التي مو function of time فقط، معناه التي function of time x أو y أو حسب هذه. زين هسا نجي إذا نسوي موازنة على هذا، نسوي موازنة على الكرة، شوفون الطاقة الداخلية، الطاقة الداخلية تساوينا الطاقة الهيت فلو بالسراوندينج اللي هي الكونفكشن، يعني الطاقة المخزونة ساوي الكونفكشن، أو الطاقة الخارجة ساوي الكونفكشن اللي انتقلت بالكونفكشن. هاي موجودة ومشروحة سابقا بالأولية، فمجرد سوينا تكامل حصلنا هاي المعادلة اللي هي التي هي اي درجة حرارة، والتي انفينيتي هي انفايرمنت، والتي اي هي الانيشال. لذلك احنا لما قلنا تي صفر تي اكوال تي اي انيشال، تي اكبر من صفر تي اكوال تي اف اوف تي. فهاي هي اللي راح يعني راح نوجد الديستريبيوشن اللي هو هذا القانون نحفظه، هذا القانون نحفظه، ونقدر نسويها لين ونكتبها مثل هاي. طبعا الثيتا هي تي ماينس تي انفينيتي، والثيتا اي هي تي اي ماينس تي انفينيتي. هذا الاس، الاس هو اذا نجي نرتبه، يعني الاتش اي اوفر رو سي صب في، نضرب ب اي مرتين، نضرب ب ال ونرتبها ونضرب بسي صب بي، يعني ترتيب هاي تقدرون تشوفوها. فصار اتش ال اوفر كي في الفا تي اوفر ال، باعتبار الفا هي كي اوفر رو سي صب بي، كي اوفر رو سي صب بي، هاي الرتبه. فهذا هو البايوت نمبر، وهذا يسمى فوريير نمبر، هذا بايوت نمبر وهذا هو فوريير نمبر. ها
هذا هو فوريير نمبر اللي راح. فنقول هنا بايت نمبر لازم يكون اقل من 0.1 حتى نطبق هاي. وفوريير نمبر هي تم عارفيه الفا على تي على الت، وهي ديجري اوف بنتريشن اوف هيتنج اوف كولينج افكت ان ذا سوليد. فممكن نسويها ثيتا اوفر ثيتا يساوي تي ماينس تي انفينيتي على تي ماينس تي انفينيتي اي اس ماينس بيتا اي اف. هسه نقول هذا ال 1 اوفر اتش اي في روسي صبي اللي هو الاس، الاس هذا قيمته واحد الاس اللي هو اتش اي اوفر رو سي صب بي في، هذا هو واحد على السكند. فاذا مقلوبه رو سي صب بي في على اتش اي هو سكند، لذلك مقلوب هذا سميناه تايم كونستانت، ثيرمال تايم كونستانت. فش راح يكون؟ راح يكون ال1 ال1 اوفر اتش اي هو ريزيستنس، والرو سي صب بي في هو كاباسيتنس. فعباره عن الريزيستنس في الكاباسيتنس يساوي ثيرمال كونستانت، تايم ثيرمال تايم كونستانت الثيرمال. فلذلك لكل سيستم، لكل سيستم الى ثيرمال تايم كونستانت، لكل سيستم الى ثيرمال تايم كونستانت. هنا اعتبرنا اذا التايم يساوي الثيرمال فراح يكون الثيتا اوفر ثيتا ثابت يساوي لنا 0.368. هنا عندنا مصطلحات حتى نوجد الانستنتينس هيت فلو يعني اللحظي، هاي اشتقينا وعوضنا وطلع هذا هو القانون نحفظه. اذا التوتال نريد فناخذ اللحظي ونكامله من صفر الى تي، فهذا هو التوتال، التوتال التوتال هيت، التوتال هيت او هيت فلو، هذا اللي نقدر نحسبه لهاي الحاله. وشكرا جزيلا ونكمل الفيديو القادم.